وللوقوف أكثر على الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا من هناك مراسل أكسترا نيوز الزميل عبد المنعم إبراهيم. عبد المنعم أهلا ومرحبا بك إلى هذه النشرة، وما الذي تريد إضافته إلى ما لدينا من معلومات؟ أهلا دارين، دعينا نبدأ التفاصيل والمعلومات من الجانب الآخر وبتحديد من المناطق القريبة منا وهي شرق مدينة رفح الفلسطينية. الأحداث لا تتوقف فيها على مدار الساعة منذ أن توغلت آلة الحرب الإسرائيلية في المناطق الشرقية لهذه المدينة، ونسمع من هنا دوي الانفجارات في شرق مدينة رفح. طائرات الاحتلال منذ ليلة أمس وحتى الآن لم تهدأ غارات هذه الطائرات ولا القذائف التي تلقى من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي ولا حتى النيران التي تلقى على المدنيين من قبل الطائرات المسيرة أو الطائرات الزنانة وفقا للتسمية التي تطلق عليها من قبل الأشقاء في قطاع غزة. نتحدث عن زيادة في أعداد الشهداء نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مدار الساعة منذ ليلة أمس وحتى الآن. لم يهدأ هذا القصف ولم تهدأ، يعني ربما تهدأ وتيرة حدة القصف في ساعة وتزيد مرة أخرى، وبالتالي القصف لم يتوقف. أما عن الجانب المصري أو حالة المعبر من الجانب المصري، نتحدث عن كافة أطقم عمل المعبر هي لازالت متواجدة منذ حتى أن سيطرت آلة الحرب الإسرائيلية على المعبر من الجانب الآخر من الجانب الفلسطيني، لكن المعبر يعمل من الجانب المصري. هذه الصورة التي أنا أقف فيها الآن ومن خلفي سيارات الإسعاف المصطفى على مدار الساعة في حالة استقبال، في حالة تأهب قصوى لاستقبال المصابين والجرحى من الأشقاء في قطاع غزة. أيضا على مقربة أو بضعة مئات الأمتار تقف الشاحنات مصطفى أيضا من مدينة رفح المصرية حتى في الشيخ زويد وحتى مدينة العريش. مئات بل ألاف الشاحنات تقدر بالألاف، بالطبع نحن ليس لدينا رقم دقيق، ولكن ما رأيناه وما ترصده أعيننا يوميا في حال التوجه من مدينة العريش إلى منفذ رفح البري، مئات بل ألاف الشاحنات تحمل عشرات الألاف من الأطنان من المواد الغذائية التي جهزتها وأعدتها مؤسسات المجتمع المدني المصري وجهزتها أيضا مؤسسات الدولة المصرية، بالإضافة أيضا إلى ازدحام هذه الشاحنات في محيط نطاق مطار العريش التي خصصته القيادة السياسية لاستقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية من الدول الصديقة من الدول الشقيقة. بالتالي تكدس هذه الشاحنات والجانب الآخر في حاجة إلى هذه المستلزمات الغذائية وإلى المواد والسلع الأساسية وكذلك المستلزمات الطبية. نتحدث أيضا في الجانب الآخر في الجانب الفلسطيني عن توغل في العمليات الإسرائيلية داخل قطاع غزة. نتحدث عن عمليات في مناطق الوسط منذ يوم أمس وهي مشتدة، وأيضا في مناطق الشمال من قطاع غزة وتحديدا مخيم جباليا. هناك توغل شديد وهناك تصريح منذ قليل لقوات الدفاع المدني بأنها لم تتمكن من انتشال الجثث في مخيم جباليا حتى الآن نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل والعنيف لتلك المنطقة. أيضا دارين كان هناك أيضا تصريح لقوات الدفاع المدني أو عناصر الدفاع المدني الفلسطيني بأنهم تلقوا بلاغ ليلة أمس، وحينما وصلوا إلى مخيم البرازيل الذي نتج منه البلاغ أو الذي تلقوا البلاغ منه أطلقت عليهم النيران من قبل الطائرات المسيرة. الحال يزداد تعقيدا في الجانب الآخر، والجانب المصري من المعبر أو منفذ رفح البري شريان الحياة إلى الأشقاء في القطاع ولا زال يبذل طاقته من أجل مرور المساعدات الإنسانية التي لم تمر بالطبع منذ أن سيطرت آلة الحرب الإسرائيلية على المنفذ من الجانب الآخر. أعود إليك دارين. بشكرك شكرا جزيلا الزميل عبد المنعم إبراهيم مراسل أكسترا نيوز من أمام معبر رفح البرية.